قتل عدد من الجنود السعوديين باستهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعا عسكريا في موقع الرديف في جيزان. وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفوا بعدد من القذائف تجمعا عسكريا للجنود العدو في موقع الرديف بجيزان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين، مشيرا إلى أن قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان أطلقت 20 صاروخا وعشرات القذائف على موقع المعزاب العسكري في جيزان وعشرة صواريخ على معسكر العين الحارة بجيزان. ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان قصفوا موقع علب بـ15 قذيفة، فيما فر الدبابة وطقم عسكري من الموقع، وأطلقوا صواريخ الكاتيوشا على أحد رقابات العدو بمنطقة الربوعة، كما استهدفوا موقع الملتاح العسكري في ظهران عسير بعدد من قذائف المدفعية، وقصفوا بالصواريخ منطقة العارضة بالخوبة في جيزان وموقع السايلة في ظهران عسير. وبين المصدر أن أبطال الجيش واللجان أطلقوا صاروخين من نوع غراد على موقع تويلة العسكري في ظهران عسير، وقصفوا بدفعة من صواريخ غراد والقذائف المدفعية معسكر الربوعة والجربة والعشة في ظهران عسير. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم